الإقليمي، وهكذا تنساهم القرارات الدولية. لكنهم أولا صمدوا وثبتوا على أرض لبنان، رفضوا أن يدخلوا حتى إلى لبنان الشقيقة. وقفتهم هذه، صمودهم هذا، أغرى العالم العربي والإسلامي والمؤسسات الحقوقية والمدنية والنخب، أغرتهم بالتضامن. وفعلا هكذا حصل التضامن، والتفوا حولهم، مما ساهم في أن تضرب أبواب قرارات أبواب الأمم المتحدة عفوا والمؤسسات الدولية، تضرب بيد من حماس ومن عنفوان ومن حرارة الأمر الذي فرض على مجلس الأمن أن يتخذ قرار 799، ثم يلزم إسرائيل برجوع المبعدين، وهكذا فعلا رجع المبعدون. إذن قرار مجلس الأمن نفذ متى؟ عندما كان هناك إيمان بالحق، كان هناك تضامن حقيقي، كانت هناك يد تضرب بقوة على اسمح لي أعود إلى القرار الصادر على المحكمة، وهو يشكل مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل، إذا تحدثنا عن قانون دولي. اسمح لي أطرح السؤال على ضيفنا في رام الله زياد أبو عين. سيد أبو عين، يعني إذا كان الكل يجمع على ذلك، ما الذي يعني يفيد بتحريك هذا الموضوع عبر مجلس الأمن إذا كانت المخالفة للقانون الدولي واضحة ومكشوفة ومفضوحة، ومع هذا لم يتحرك؟ تفضل. يعني أولا مع تحياتي لضيوفك الأستاذ خالد والسيد صلاح. وأكد السيد صلاح يعني سيادة الأمريكان ما زالت على جلدي، وأنت تعلم 60 أسرة في سجون أمريكا، وهو العربي بتسلم لإسرائيل. فموقفي تاريخي واضح تجاه الإدارة الأمريكية، أنها إن لم نمارس ضغوط عليها ونمس مصالحها ونمس اقتصادها، وأن يرتقي الخطاب العربي والإسلامي بربط المصالح الاقتصادية والسياسية معا بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا ومصلحة الشعب الفلسطيني في إزالة هذا الاحتلال، بتقدير سيبقى صراخنا وعويننا دون أي فائدة اتجاه لوبي إسرائيل الضاغط، ومصالح إسرائيلية مربوطة وعالم غربي مرتبط جميعه مع بعضه. فالقوة العربية والقوة الإسلامية المساندة للحق الفلسطيني واستخدام وسائلها المجمدة التي لا يستخدم أي شيء منها، يعني لا تستخدم لا مال ولا اقتصاد ولا مشاريع لممارسة أي ضغوط على الإدارة الأمريكية، فالإدارة الأمريكية يمارس عليها ضغط إسرائيلي ولا يمارس عليها لا ضغط عربي ولا ضغط إسلامي، والشعب الفلسطيني والضحية. وعودة على السؤال حول موضوع الأمم المتحدة وغيرها والقرارات التي سبق اتخاذتها، إن كانت أمم متحدة أو كانت مؤسسات دولية، أقول لك بشكل واضح وصريح، هناك تقدم الآن في الموقف الشعبي العالمي اتجاه إسرائيل، وأصبحت إسرائيل شبه محاصرة، وأصبحت جنرالات إسرائيل يتهربون، ووزراء إسرائيل يهربون بالليل والخفاء من العديد من العواصم هروبا من أوامر اعتقال لقادتهم. هناك صحوة دولية عالمية شعبية، ولكن لم تصحى بعد لا العالم الغربي ولا المؤسسات الدولية ولا الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانتقال إلى خطوات عملية وعقاب إسرائيل. فإسرائيل تخترق كل القوانين، حقوق الإنسان، ميثاق جنيف، قوانين الأمم المتحدة، كل السلوكيات الإسرائيلية هي خرق وهي فظائع وهي فضائح اتجاه كل المجتمع الدولي. هذه الدول التي وقعت على ميثاق جنيف أو وقعت على حقوق الإنسان أو وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، هل هي حمت هذه القرارات التي وقعت عليها واتخذت إجراءات عقابية؟ هذا السؤال الذي نطرحه. السياسة العدوانية بتقديري المجتمع الدولي ما زال شريك في الجريمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. لنتابع ما يرتبط بهذه المخالفات، طالما تحدث عن مخالفات القانون الدولي بشكل مكشوف ومفضوح. أعود إلى اللجنة المركزية في الليكود، أستاذ صلاح، طبعا لست أنت في الليكود. اللجنة المركزية أقرت بالإجماع مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية بعد انقضاء فترة التجميد في 26 من سبتمبر أيلول المقبل. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه خطوة أيضا مضافة إلى جملة طبعا الخطوات. شوف خليني يعني التصعيدي. أنا بدي أتمنى على الجميع أنه يا أخوان ما نحكم على الحدث بلحظته، نحاول نقرأ مشروع الصهيوني، سياسة إسرائيل بأبعادها الكاملة. إسرائيل حتى على السؤال إسرائيل منذ وجدت من 48 حتى الآن لم تلتزم لا بقرارات دولية ولا بضغوطات أمريكية ولا بضغوطات أمم المتحدة. إسرائيل راكبة راسها وماشية تعتند أولا على العنصر القوي، أنه هي تمتلك تفوق القوي، ليش بدها ترد على وغطاء دولي غطاء دولي إلها كامل؟ ليش بدها ترد؟ أنا مع ما يقال صحيح
في بداية صحوة بالرأي العام العالمي الشعبي صحيح مطلوب تتحرك على كل الجهات وندق كل الأبواب صحيح، لكن إذا لم يتغير عنصرين أساسيين لن يحدث شيء، لا من دق الأبواب ولا من الرهان على سياسات أمريكا وغير أمريكا. العنصر الأول يجب أن يحدث هو الوضع الذاتي الفلسطيني. لم يحدث أي تغيير تجاه العالم نحونا إلا عندما توفر عنصر ذاتي. وقت فترة المقاومة الفلسطينية كان في قوة، صدرت قرارات في الأمم المتحدة لأول مرة تنصف الفلسطينيين بحقهم بالعودة بتقدير المصير بممارسة كل أشكال النضال لنيل سيادتهم. لما صارت قصة صمود في غزة تغير الرأي العام ودعمنا. لما كانت في الانتفاضة الأولى ثم الثانية كان في تغيير في عنصر ذاتي، إذا لم يتوفر عنصر ذاتي هذه مهمة. لكن القرارات تتخذ على الأرض، يعني ما لها قيمة. لا قيمة ذاتي على ما هو علي من الضعف لن يحدث أي تغيير. قرارات إسرائيل ماشي بسياستها ما راح ترد على حدا. العنصر الثاني معلش أضيفه، العنصر الثاني الوضع العربي. في عندنا وضع عربي بائس، كل العالم عم يتحرك معنا بالقدس ويتحرك معنا على غزة، إلا الصوت العربي لا. وين الصوت العربي؟ وين حتى لا نعمل يعني يا سيدي ما ندر. وين الصوت العربي؟ وين الصوت الإسلامي؟ يعني ولما نشوف صوت إسلامي شوي خارج الإطار العربي بنتذمر انه شو دخلهم هذول. هاي القدس، نعم، عم نقول لكل المسلمين هاي القدس العربية. وينها؟ وين الصوت العربي؟ سيد ابو عرفه، طبعا الكلام عن الصوت العربي يفتح على الكثير، لكن اسمح لي ابقى في النطاق القرار الذي اتخذته الليكود. سيد ابو عرفه، الليكود عندما يتخذ قرارا بالاجماع بمواصله الاستيطان في الضفه والخطه تنال موافقه نتنياهو، فيما داني دانون النائب المقرب منه يقول مهم للذين يعيشون في يهوذا والسامرة، تحدثنا عنها للضفة، وفي جادة بنسلفانيا في واشنطن، إدراك أن هذه هي سياسة الليكود. لمن هذه الرسائل؟ وهل فعلا يعني يمكن تجاوز هذا الأمر لأن الوضع الفلسطيني الداخلي ليس على ما يرام؟ يعني أنا أعتقد أن وجهة الليكود هذه ممثلة بالعنصرية والعنجهية ليست عقلانية أبدا. نعم. الإسرائيليين اليوم اليمينيين المتعصبين يعيشون حالة غير سليمة من الذهنية الإسرائيلية، وهذا أمر أصبح الآن متفق عليه. كل تصرفاتهم إن كان على صعيد إقرار قوانين أو على الصعيد الخارجي الدبلوماسي أو تطبيق سياساتهم على الأرض في مدينة القدس والضفة الغربية أو في حصارها للقطاع، كل الذي يحصل هو غير مبرر حتى على الصعيد الإسرائيلي الداخلي. وستثبت الأيام خاصة بعد اقتراب الانتخابات أن هناك مفاجآت هائلة ستحصل في المجتمع الإسرائيلي بسبب أن هناك حالة من الترهل السياسي العقلاني الذي يحصل غير مبرر أبدا. نعم. ولذلك الذي يعني يزيد هذه الحالة يعني تعجب وغرابة سكوت العالم العربي والإسلامي، فيغري القيادة الإسرائيلية بالتبجح. ليس هناك من يردعهم. عادة المجنون أو المتبجح إذا وجد هناك من يصيح عليه أو يهدد ويتراجع، ولكن الذي يحصل العكس. وهذا يعني ربما من سوء حظ المجتمع الإسرائيلي ومن حسن حظ المجتمع الفلسطيني والعربي عموما، لأن هكذا قيادة لن تستمر طويلا. طيب يعني ذلك أن هذه الخطة يعني ذلك أن هذه الخطة سيتم تنفيذها بالاستنتاج سيد أبو عرفة؟ أنا أعتقد أنه طبعا سيتم تنفيذها، ليس هناك ما يؤخرها. نعم. ليس هناك أي تباشير تدل أن الإسرائيليين متراجعين إن كان على صعيد الأرض أو التهجير أو الترحيل. ميتشل يأتي فعشية مجيئه يقومون بحركات صبيانية، حركات يعني فيها من الزعرنة، عدم مؤاخذة.